جلوس. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ جلوس. بتعملوا ايه هنا؟ مستنيين الاستاذ. الاستاذ؟ خد خد. انا عايز كله يفتح مخه معايا ويصحصح. وانت يا بنت انتي ابوك مش قال هيبعت شكارة الرز؟ ما عداش ليه؟ بكره ما تجيش الحصه من غيرها، مفهوم؟ خليك معايا. اذا اضفنا المبلغ ده الى المبلغ ده جلوس. حاضر الحين. لحظة واحدة. احنا اذا اضفنا المبلغ ده الى المبلغ ده. عايزك عبد الحين. طيب المسألة دي تحلوها 20 مرة. نعم. اسمع عبد الرحيم، انا خلاص زهقت وفضيه، يا تشوف لك حل في الموضوع ده اسيب لك الشقه دي فورا وامشي. للدرجه دي بتكرهني يا سمير؟ انا ما اقدرش اكرهك يا عبد الرحيم، بس انت الوحيد اللي عارف ظروفي بالذات. انا لو ما نمت الساعه بالنهار بحس كاني عايز ارتكب جنايه، وبعدين مش معقول كل ما اخش البيت الاقي عيال تطلع في وشي، تتنطط في وش عيال، حتى في وشي في عيال. خلاص خلاص خلاص، هدي نفسك، وانا اوعدك من بكره الحكايه دي مش هتكرر. هتيجي من الشغل تلاقي اوضتك فاضيه خالص، والحمام كمان محدش شغله عشان تقعد وتاخد راحتك فيه. اهدى كده وصلي على النبي. قصدي يعني ريح ريح انت، كلك لقمه وبعدها استريح شويه. الله، هو في اكل يا عبد الرحيم؟ هو انت ما جبتش اكل معاك؟ مش انت المسؤول عن الاكل والطبيخ يا عبد الرحيم؟ انا معلش يا سمير، اصل انا جيت متاخر من المدرسه عشان اتلخمت بعد كده في دروس العيال. اوعدك انها مش هتكرر تاني، وان شاء الله بكره اول ما ارجع المدرسه هدق لك كفته تاكل صوابعك وراها. روق روق ان شاء الله. الطباشير يا عبد الرحيم يا اخي. الطباشير. جلوس جلوس. Thank you.
إن شريك حياتي يكون عنده عمارة. صحيح. عارف يا سمير، الحب هو السعادة الحقيقية، لكن العمارة ما
ممكن تقع يا حبيبي. لا يا سمير، عاوز لك حاجه ضروري؟ ايوه خير. انا بقى النهارده عملت لك كشك بقى صعيدي اللي هو على شويه دمعه متسبكه على حته فرخه بلدي هتاكل صوابعك وراها. مش ده الموضوع اللي كنت عاوز اكلمك فيه. عارف يا سيدي، اوضتك اهي لقيت حد فيها، والحمام انا منحت العيال من اي مخلوق فيهم يخشوا. يا اخي مش عاوز انام، عاوز اتكلم معاك. طب والعيال اللي جوه؟ هما يعني العيال هيطيروا؟ لا، الفلوس اللي هي هتطير. اللي ما روح العيال لاهاليهم وقولوا لهم ان هم ما خدوش الحصه هخصموها من الحساب. الحصه ب2 جنيه، اضرب بقى بكام راس. طب خلاص مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، امشي. مش عارف خلاص، ما تزعلش ما تزعلش انت. خلاص انا هروح ادي العيال شويه تمارين يتلخموا فيها وبعدين اجي لك. طب افهم بس ايه راس الموضوع بالعربي كده؟ قررت اني اتجوز. مين؟ قررت اني اتجوز. تتجوز مين؟ هتجوز كريم. في الحاله دي بقى اخلي العيال يروحوا. انت ليه دلوقتي من غير مناسبه؟ طب ده انا روحت العيال وخرجت معاك وعزمتك على الغدا على حسابي. شوف انت دلوقتي كلفتني كام حصه لغايه دلوقتي. راجل انت، انا عايز افهم ايه اللي قالب مخك دلوقتي؟ الشقه. شقه ايه؟ الشقه اللي هتجوز فيها. نص الليل يا سيدي، الشقه موجوده وتحت امرك. موجوده؟ الله. طب وانت عبد الرحيم؟ مالكش دعوه بيا. ازاي بس؟ يعني عشان انا هتجوز تقوم انت تشرد يا عبد الرحيم؟ لا احترم نفسك، انا عمري ما اتشرد، انا عامل ترتيبي كويس. ايه يعني؟ هتنام فوق السطوح؟ قلت لك مالكش دعوه. المهم دلوقتي تنتهز الفرصه وتروح تطلب ايد كريمه فورا، وقت الشقه يحلها ربنا. ايوه عبد الرحيم، لكن يا بني ادم افهمني، ابدا اولا اول خطوه واشبك البيت قبل ما حد تاني يلهفها، وبعد كده نفكر في الخطوه اللي بعدها. اما من ناحيتي انا فاطمن، انا هفضل واقف جنبك لغايه ما ادخلك قفص الزوجيه بايديا. انت بشير يا عبد الرحيم، قلت لك اغسل ايديك يا اخي. ادخل. اهلا يا استاذ سمير. اهلا. اتفضل. انت قلت لي انك عايز تكلمني في موضوع مهم. خير؟ هو خير طبعا، طبعا خير ان شاء الله يا فندم، خير. بخصوص الشغل طبعا. لا هو في الحقيقه يا فندم يعني مساله شخصيه عشان شخصيه. بخصوص ايه بالظبط؟ هو في الحقيقه يا فندم يعني قررت اني اتجوز. تتجوز؟ ايوه. وايه بقى المشكله؟ هو عايز سلفي؟ لا اطلاقا سلفي ايه يا فندم؟ هو في انا بس كنت يعني طبعا في موافقه سعد. موافقتي على ايه بالظبط؟ صلع مقصود، انا جاي برضه مساعدتك ايد بنتك الانسه كريم. بنتي؟ بقى نسوم نسوم وانت على بصلة. بس السمير مش بصلة يا نصر. موظف ولا مش موظف؟ موظف. يبقى بصلة. يعني انت يوم ما اتجوزتيني فطرت على بصلة؟ ده زمن غير الزمن يا عبد المقصود. ابويا وامي كانوا فرحانين قوي ان هيجوزوني راجل موظف في الارشيف، لكن دلوقتي. دلوقتي ايه؟ ولا اقول لك ايه؟ لبخي كمان، لبخي. عايزين نجوز البيت جوازة عدلة. عنده ايه بسلامته؟ كفاية طموحه، اخلاقه، ملف خدمته، وزيادة عن كده اهم مشكلة عنده محلولة. مشكلة ايه؟ الولد جاهز، عنده شقة، وأنا بنفسي رحت زرته وشفتها بعيني. أيوة بس هيعيشها ازاي عبد المقصود؟ إيه رسالة؟ زي أي اتنين شباب يداروا حياتهم، والكفاية إن البنت مقتنعة بيه. بس مفيش بس، مش أحسن ما أكون اخترنا واحد ويطلع تلاتي سكري مشبوه بيتاكل في فراخ الفاستا. فاستا فاستا، المهم إن ما أكلهاش بنتك. أهلا يا أستاذ سمير. أهلا. اتفضل. العفو يا فندم. اتفضل. اتفضل. شوفتني انا دلوقتي مع نفسي وفكرت في الموضوع اللي كلمتني فيه
وان شاء الله راي سعادتك يا فندم. انا هقول من جهه رايي فانت شاب طموح ومجتهد، اما اخلاقك فالكل يشهد بيها واقول فعلا. ده يا فندم كله بفضل توجيهات ورعايه حضرتك. انا ما يهمنيش يتجوز بنتي يكون عنده بيت. انا مش جايب فلوس ولا املاك ولا الكلام ده. انا عارف طبعا ان حضرتك ما بتهتمش بالحاجات دي خالص. انت اخلاق صوت بنتي اشيله فوق دماغي واقف جنبه للنهايه حتى لو ظروفه ما سمحتش. لا انا عامل ترتيبي كويس. انا بقول يمني وحتى رجاله الشقه مش موجوده. انا كفيل اني اقف جنب بنتي حتى ان شاء الله اجيب لها الشقه كمان. للدرجه دي يا فندم؟ طبعا دي بنتي الوحيده ومن وجهي ان وفرناها واضمناها كل السبل اللي تسعدها في حياتها. تاكد يا فندم ان حشيلها تعالى الاثنين بس اطمن الاول. سيادتك يعني موافق؟ انا من حيث المبدا ما عنديش اي مانع. شكرا يا استاذ مقصود، الف شكر. جدنك ابدا اول خطوه وهي جت صح. انا فرحان قوي يا عبد الرحيم، فرحان قوي يا عبد الرحيم. لا ده انت كنت قلقان وخايف، وهو الراجل ابوها وعد انه هيقف معاك للنهايه وهيديك شقه كمان. يديني شقه؟ مش هو قال لك كده؟ ايوه بس الراجل يعني كان بيبين شعوره من ناحيتي ومن ناحيه بنته. واضح ان الناس دي مستريحه. مش بتقول انه كل ما يزرجن في الشغل يروح مزنجر كده ويقول لا انا ارملك استقالتي واقعد في بيتنا الم ايراد العماره؟ واضح انه مستريح. ايوه يا عبد الرحيم بس عايزنا نقدم لكريمه ولا طمعان في شقه في بيتهم؟ ده مش طمع ولا حاجه. كل اسره بتتمنى الخير لبنتها. خصوصا اذا كان عندهم بيت ملك، يعني لا هيدفعوا خلو ولا هيخسروا حاجه. وانت عايزهم كمان يدفعوا لي خلو ولدي؟ ما انا بقول لك ديتهم بس يدبروا لكم شقه. طيب ده ما عندهم شقه فاضيه. معقول؟ معقول راجل مقتدر زي ده وعنده بيت ملك ودي بنته الوحيده مش هيلاقي لكم شقه؟ ولا يسكنوكوا في شقه زي اللي تكون اوضتين؟ معقوله برضه؟ ده حتى لو ما كانش فيه شقه فاضيه عنده في البيت. يبني لكم شقه دكاكين يعني. دكاكين ازاي؟ يعني من غير تنخيط. مش عايزين غير دبلتين. لا 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 الحكايه ما وصلتش لحد كده. انا عامل حسابي كويس قوي. انا معايا فلوس. حلو بس الفلوس اللي هنصرفها نحطها في شقتنا احسن. شقتنا؟ ايوه نحط فيها الفلوس ونوضبها على ذوقنا. و ماما وافقت؟ على ايه؟ يعني علشان حكايه الشقه يعني. قصدك عشان صغيرة يعني؟ مش مهم، مش مهم كبيرة ولا صغيرة يا كريمة. عبد الله أنا قلت لماما، لا صغيرة ولا كبيرة، المهم إن إحنا نبقى عندنا شقة. أي حاجة بعد كده مش مشكلة. أنا مش عارف أقول لك إيه يا كريمة، مش عارف. ما تقولش حاجة يا حبيبي. قولي، هجيب الدبلتين إمتى؟ دبلتين؟ دبلتين إيه؟ ده أنت حيرتيني يا كريمة. يا حبيبي أنا لازم أجيب الشبكة تليق بمقامك. لا يا حبيبي بس ايه؟ بس ايه ما دام شقه موجوده؟ حضرتك نفسنا ايه؟ قابلت غريبه حكمتك يا رب حكمتك. شفت سببك يا كريم؟ حلوه قوي سببك دي. اتجوزت موظف. مبروك يا مبروك يا كريم. الله يبارك فيك. مبروك يا سلمى. بشير برضه يا عبد الرحيم اخر مره. يا كريم لا يا عبد الرحيم. اهلا 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 بقول مع السلامة. يلا 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 لحقوا. يا سلام يا سلام يا عبد الرحيم. أصيل أصيل قوي عم عبد المقصود يا عبد الرحيم. بس كان نفسي أقول لهم يخلوا أوضة النوم مفتوحة على الحمام وتبقى. طب ما قلت لهمش ليه قبل ما يمحروا؟ ما عندكش فكرة يا عبد الرحيم. انكسفت انكسفت يا عبد الرحيم. الله
العمال العمال الراجل الراجل لا ما عندكش فكره عمال طالعين نازلين بالاحمر طوب الاحمر يلا ابقى اعملها بقى على حسابي ان شاء الله بعد الجواز اصيل اصيل يا سمير الله الواحد لازم برضه يبقى نزيه يا عبد الرحيم تعرف انا طول عمري راجل فييس فييس انت بشير يا عبد الرحيم سمير عايز اقول لك على حاجه بس مكسوفه 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 من ايه احنا مش اتفقنا ان احنا نصرح بعض بكل حاجه خير اصلي ماما قالت قصدي ماما وبابا كانوا بيتكلموا مع بعض امبارح خير ماما قالت ايه احنا مش هنجهز ايه لا احنا مش هنجهز الا اوضتين وصاله بس وماله هو ده بقى اللي مخليكي مكسوفه احنا كنا هنجهز ثلاث اوض بس هنوديهم فين ما دام الشقه اوضتين وصاله مش مهم ان شاء الله حتى تكون اوضه من غير صاله يعني مش متضايق انا اتضايق ده انا مش عارف اعمل معاكم ايه ده جميل عمري ما هنساه ابدا يا حبيبتي جميل ايه يا سمير ايه كل ده وما عملتوش ده انتوا ناقص بقى تبنوا لي عماره والله الناس يشكروا حد يلاقي ناس زي دي دلوقتي تصور يا عبد الرحيم قال مكسوفين علشان الشقه صغيره مكسوفين ده ايه ده بس عشان ناس قصده هي شقه كم مطرح زي شقتنا دي تقريبا اوضتين وصاله تبقى مش صغيره كويسه قوي اللي قول لي انت شفت الشقه دي لا لا ازاي بقى معقوله ما تشوفش الشقه اللي هتجوز فيها ده كلام يا عبد الرحيم بقى اروح للناس اقول لهم شكلها ايه الشقه اللي هتدهني ده كلام برضه طب وفي ايه يعني تجيبهم بطريقه تانيه تقول لهم مثلا عايز اشوف العفش الديكورات لا يبقى احراج برضك يا عبد الرحيم يبقى احراج مش معقول برضك يا اخي اقول لهم حاجه زي كده لما يجي العفش على ربنا وبعدين انا اصلي اللي شاغلني دلوقتي ازاي ادبر اموري عشان اواجه المسؤوليه ربنا يوفقك يا سمير عقبالك يا عبد الرحيم وانت بقى مش ناوي تعملها ولا ايه ناوي كله تمام بس الاول افرح فيك وامشي في جوازتك يا جماعة صبروا على النبي ده احنا قرايب بقى قرايب انت كلمت يا قرايب اخرب بيت القرايب يا شيخ يا قرايب يا ابو عمار اتفضل عندكم كده ان شاء الله اشربوا يا اولاد ولا شربكم يا ابني اختصاروا تهدد مع الاحليك ولا ليه؟ افتح ايه؟ في لطن الميه والمجال الامصار اقول لكم ايه؟ انا حتى عمال اهدد وبيني وبين المحكمه محكمه الله يا اخويا انت اني هقعد في شقه تانيه شقه تانيه انهي شقه يا سمير
شقة كريمة. شقة اللي فوق. فوق. الله. انتي مش مفهماني يا كريمة ان الشقة اللي عندكم اوضتين وصالة. وانا قلتلك موافق. انا قلتلك ان احنا عندنا شقة. لو انت يا بنتي وعدتيه حاجة. ابدا يا ماما. انا قصدي على شقته. شقتي؟ اهلا. لو انت فاكرني حنوزك عروسة وعليها شقة. قلبت بدم. لو انت فاكر ان البيت ده بيتنا. امال بيت مين يا استاذ عبد المقصود؟ ده بيت شركي يا حبيبي، 5 حيلات مشتركين فيه، وكمان مرهون وعليه قضايا بقى لها 3 سنين. بس يا ماما بس. يا بنت بختك يا بنتي. يا فتحتنا قدام الجيران وقدام الناس. انا مالي اي ذنب في اللي حصل ده كله. الموضوع من اوله مثبت. انا عارف حصل سوء تفاهم قليل ب 60 ميلة. لا انا كمان اللي هيصبي في الموضوع ده ان حماتي افتكرتني طماع. والله يا ابني لو كان عندنا الشقه ما كنا هنعزق عليك. ده حتى البيت مرهون وعليه مشاكل. اللي عايزني في الموضوع ده كمان حاجة واحدة بس. ايه هي يا ابني؟ ليه حبيتك كل ما كنت تزاكن في الشغل تقول انا مش سالتي واقعد في بيت الم الايجار؟ لا وانا ما يهمنيش الفلوس، ولو ما عندكوش شقة انا اجيب لكم شقة. ده كلام طريق لعندك بيت ولا عمرك لميت ايجار حتى. ما خلاص يا ابني هتمسكني على الواحدة؟ لا بس انا بضغط بقى من الفشخرة الكدامة دي. لا احفظ كلامك يا سمير، كلمة واحدة زيادة احولك للتحقيق. يا عم صلي على النبي بقى، صلي على النبي. ما تشدنيش كده. انا لما كنت بكلمك انا كنت واثق ان عندك شقه، وانا كنت فاكرك بتبني لنا شقه. انا بنفسي شايف الفواعليه وهم طالعين داخلين وشايلين القصعه فيها مونة. امال كنت بتبني ايه يا كابتن؟ ها كابتن؟ لا ما كناش بنبني. ده عفشه الماء اللي فوقنا ماشي بوشت السقف بتاعنا. يا حبيبي يا حبيبي كمان السقف بتاع البيت بايش. اوه يا ابني ارحمني، اعمل معروف اعتقني بقى. المهم نفكر ازاي نحل المشكله دي. مش عارف يا عم، مش عارف. انا من رايي انك تقابل صاحبك ده وتشرح له كل حاجه. عبد الرحيم؟ ايوه، تشرح له كل حاجه بالتفصيل وبكل وضوح قبل ما يتخذ اي قرار بخصوص الشقه. لا ما اقدرش انا كمان اروح اقول له اطلع من الشقه يا عبد الرحيم ونام في طراوه. كمان ما اقدرش اقول له انك طلعت هجاص. انا هجاص؟ اسف يا عمي، قصدي ان حضرتك يعني طلعت هجاص. افرق. يا سلام. اهلا وسهلا يا استاذ عبد المقصود. يا سلام، دي مره عزيزه. تحب سيادتك تشرب ايه؟ شاي، قهوه، حاجه ساعه؟ لا لا متشكر، لا شاي ولا قهوه. بصراحه انا بقيت حضرتك في كلمتين واظن انك ما تكسفنيش. اكسفك يا قمر؟ جنه تؤمر يا استاذ عبد المقصود. يا سلام يا فهد السداد. هو بصراحه يا ابني انا مش عارف ابتدي ازاي، بس مش بايدي. انا فاتح كده اكزامات ولقيت الدنيا بتبكي فوق دماغي. زمان. لا معلش، ما احنا كلنا بيحصل لنا زنقات دي. انا عارفه. عاوز كام؟ كام؟ ايوه يا سحاب، يعني مزنوق في قد ايه؟ لا يا ابني انا مش جاي استلف فلوس. امال جاي سحاب يا حبيبي؟ شوف يا ابني انا بكلمك في مهمه انسانيه، ولو ساعدتني يبقى حضرتك اهم صديق واحلى صديق ليك في الدنيا. سمير لا تفهمني، لا تفهمني، ما تتخضش كده. انا هشرح لك كل ده حاجه وهموت يقف جنبي ومتقدر الظروف. طيب لما تسيب الشقه انت هتعيش في ايه؟ في شقتي طبعا. انت عندك شقه؟ طبعا. منين؟ من مخ نظيف. مش زيك مغفل. اوه يا عبد الرحيم، انا لما جيت القاهره كنت عارف ان في ازمه سكن، وقعدت ادعس وكل ما اقرا عن اعلان عن المساكن الاقتصاديه اقدم فيها. يعملوا قرع ولاجل حظ ابوك النحس ما طلعش فيها. دخت يا ابني 7 دخات على واسطه، وكل ما الاقي واحد مهم اروح ودي ولاد دروس خصوصيه. ايه وبعدين عبد الرحيم؟ بعد الصبر وطال بقى طلعت في القرعه. يعني ايه؟ عارف ليه؟ حبيبي عبد الرحيم، انا لو كنت هنسالك الجميل ده ابدا. اي نعم احنا اشتركنا في الشقه دي سوا وكان المفروض اتعب عليا، لكن ثق تماما يا عبد الرحيم، اول ما ربنا يكرمنا انا هقسط كل اللي ليك. عيب تقول كده، ده احنا اخوات يا مغفل.
اهلا يا طنط. اهلا بيك. اهلا يا عمي. اهلا بيك يا ابني. اهلا بيك. اهلا اهلا. اتفضل. الف مبروك يا ابني. اهلا وسهلا. الله يبارك في سعادتك يا عم. اتفضل. اتفضل. ماما. اهلا يا روح ماما. حسيني تعالي. هني طمنيني. البلد والقعده والعيشه الحلوه. ما انت اللي متغرب يا كبدي. اعمل ايه ياما؟ مش عشان الشغل ولقمه العيش. وانت لو اشتغلت هنا مش هتاكل عيش؟ لا هاكل بتاو. الا زي سوزانيت صاحبك. عامل ايه دلوقتي؟ والله ياما من ساعه ما اتجوز بقالي يمكن اربع اشهر ما شفتوش. هو اتجوز؟ يا الف بركه. وانت بقى مش ناوي تتجوز مش تتلم بدل ما انت عامل كده يا خرابه العطلعه. هو انت لسه ما لفظك ياما كده؟ لا طمني ياما. ما انا جاي عشان كده. انا عايز اتجوز ياما. يا عز نهار ابيض ده يبقى يوم النور يا عبد الرحيم. يا عز نهار ابيض. انا بحب الاغنيه دي قوي يا كريم. وانا كمان بحبها قوي. فاكرة أول مرة سمعناها سوا؟ طبعا لما كنا راكبين المركب وكنا كباب. ربنا يقدرني كده ويخلي حياتك كلها كباب في كباب. ربنا يخليك لي. المهم إن أنت معايا. إن شاء الله أخليكي أسعد صوتة في الدنيا. حبيب قلبي. ربنا يقدرني وخليك أسعد صوتة في الدنيا. لا ما تتحركيش خالص. من هنا رايح ما تعمليش اي شغل في البيت. طب والشغل يا سمير؟ لا ولا يهمك. وكمان انا بفكر انك تاخدي اجازه من الشغل. ازاي بقى؟ ده احنا مش اول ما هيتي دلوقتي ده احنا داخلين على مستشفى ولاده. ولا يهمك. تدبر ان شاء الله. ايه رايك ياما في البنت سعديه؟ سعديه يعني ايه؟ سعديه بنت الحاجه طولي. لا لا ايه؟ دي البنت دي ما تنفعش خالص يا عبد الرحيم. ليه ياما؟ ده اول الدنيا ما تضلم تخش اوضتي وتروح قافله على نفسي وفاتحه التلفزيون كده ومتفرجه عليه. يبقى بلاش منها دي. يعني عايز واحده ما تتفرجش على التلفزيون تتفرج على الراديو. طب ايه رايك بقى إيه في البت زوبي؟ لا لا الا دي. مالها كمان؟ ما تروحش سينا. اي ما تنفعش وخلاص. ما تفهميني يا أم. ايه اللي بيجرى في البلد من وراي؟ ايه بالعباره كده بقت تحط البتاع الاحمر دي في ايديه. احمر؟ طب اتجوز مين يا عم؟ اتجوز شيخ الغفر. عروستك موجود. موجود يا عبد الرحيم. انا حجها لك. هي مين دي؟ نجفي. نجفي بنت خالك. نجفي؟ هي البت دي كبرت. كبرت واتدورت وبقت نجفة بصحيح. اللي تشيل عليها بيه يامه.
وهي ما ينفعش في الجواز الواحد يعلقها. فوق المسافرين. الله يسلمك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يا ترى هسام المولودة إيه؟ في الحقيقة إحنا لسه ما فكرناش. إيه رأيك يا كريم؟ الاسم اللي تختارني يا حبيبي. ايه ده يا جماعه؟ لا انتوا اللي تختاروا، احنا مالناش دعوه. مالناش دعوه ده ايه؟ تستنى على اسم ستها. ستها؟ ايوه ستها، ولا وقعتش اسم ستها. مظبوط. مظبوط. لا بابا. نعم يا اخويا. لا ده ايه؟ وانت مالك ومن الحاجات دي؟ مال يعني ايه؟ الله، دي بنتي. طب ما انا معاكم بنت بنتي يا ماما. يا جماعة يا جماعة رحيم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أنا قلت كلمة هي كلمة. وأنا فاهم مش عايز سمى بنتي نظرة. سمعة كلمة جوزك بيستعرض من اسم أمي يا ماما. سليم مش قلته؟ لا لا قصدي أنا سليمة. أنا استعملتها كتير أوي. بس بقى طب ما تختار أنت اسم وتخلصينا من المنطقة دي. أنا مش فايقة الأسامي دلوقتي يا بابا. طب أنا عندي حل يمن الطرفين. إيه رأيكم نسمي بنتي نامي وندلعها على قدها هي نظمة؟ يعني خلاص اخترت الاسم؟ لا دي بنتي بقى وانا حر فيها اسميها زي ما انا عايز. هسميها بيها. عبد الرحيم انت فاكر ان وراه شجره ولا ايه؟ ايه وراه شجره يا اخي؟ قول ايه؟ ما تاخدوها وتريحوا لي منها. ايوه ايوه خدها تعالي نقعد لوحدنا. مين بقى اللي هيأكلك لوحدنا؟ يا وحش انت خدي المشروب. ايه انت وحشه بقى. اهو الحريم اتلموا على بعض يا سيدي. الى ربات البيوت. ايه ده مشروب ايه النيله ده؟ يا اهلا يا عبد الرحيم. اهلا بيك يا ابو سمر. اخبارك ايه وعامل ايه؟ والله تعبان يا ابو سمره. يا راجل ده انت حتى تخنت ورب في الجواز اهو. لا الجواز مش تعبني،
انا مشاكلي اكتر من كده بكتير. خير يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه. الايه يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه اللي بيقدموها في التلفزيون. مالها يا عبد الرحيم؟ هتوقف حالنا يا ابو سمر. العيال بدل ما يجوا ياخدوا دروس خصوصيه بيقعدوا قدام التلفزيون. يا عبد الرحيم انت الحب يا غبي. ما تكتبنيش يا خدي. رجعي تتعشى. اتعشى تاني؟ وماله اتعشى تاني فيها ايه يعني؟ يوه ايه؟ هو هيدعوك على العيد يا ولية. وماله يا خدي؟ تعالت على المقصود يا خدي. ومدام عندكم ثلاث اربع عيال كنت عملتوا ايه؟ كنت خدتهم بقى على باب السيده وشحت بيهم. الواحد مش عارف اخدت الغلا ده ايه؟ واللي غايزني بقى ان كل حاجه بتغلى ما بترخص تاني ابدا. انا تعبان قوي يا عبد الرحيم. تعبان فعلا. انا دوب اخد المرتب كل اول شهر مفيش اسبوع يعدي. استنى على نيجي اول الشهر. ايوه وكريم اهو واخد اجازه بدون مرتب. يعني مفيش ايراد زياده. وطلبات البيت ما بتخلص. وكريمه نفسها طلباتها زادت. مش مصدقه اني معيش فلوس. تخلص. ده ضروري ياه. قول فاتح بقه ما بينسدش. ده حتى بتاع اللبن الله يخرب بيته. كل شهر والتاني يزود كيلو اللبن ربع جنيه. انا صعبان عليا. الحمد لله على السلامة يا زكي. الله يسلمك علي. وحشتوني قوي. أنا ما كنتش مصدق إني هرجع لكم تاني. مالك علي؟ وحشتيني يا ملك. في إيه؟ إيه مالكم؟ زي ما كنت طلع لكم عفريت. ما كنتوش عايزين نرجع ولا إيه؟ إيه الحكاية؟ ايه اللي جرالكم؟ الغرب لما يصدقوا ان الوحش معذورين لانهم ما يعرفونيش. لكن انتي معقول اكون انا الوحش ومش دريان؟ اقفلي الباب وتعالي. ها؟ اقفلي الباب وتعالي. حاضر بس اصل ايه؟ بقول لك اقفلي الباب وتعالي. ما انا هاجي اقفل الباب بس اشوف في حاجات حطاها على النار يا اخويا. حتى انت عليا. يا عم يلا يا عم الاحسن يطلع يروح فينا. عليا النعمه من تحت على لما اشوفي. امر لله. بيقولوا بيفطر بكرتون وبيض محلها وعينيها فين سمنه بلد يا راجل. قدام عينيا اللي هياكلهم التوت دول. ضرب ايده في الحيط طلعت في الناحيه الثانيه. 10 سنت 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 10
ب 10 دقايق 10 دقايق فاضي يا مكسوف الرقبه لا ينزل يترك ويشرب من دمك يا يما ايه اللي بيحصل ده؟ بقينا فجر الكلب كان مستخبينا فين ده كله؟ يفضحتنا يفضحتنا اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه؟ عايزه حاجه وانا راجع عليها؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل انا بقول تاخد لك كام يوم اجازه اجازه ايه بس؟ خلينا اروح اشوف شغلي وكمان الناس وحشوني طب اشرب كوبايه شاي ولا كلك لقمه؟ في الموقف بقى سلام عليكم سلام سلام يا مرجان Oh, 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 oh.
يجي له الدور ويطيح فينا زي ما بيقولوا. طيب ليه؟ والله العظيم ثلاثة سي زكي ومريكة يا حلفان، أنا ما أقدر أزعل أي مخلوق وأنت عارف كده كويس أوي. طب يلا الأتوبيس اتملى ناس ومش عايزين نعطل مصالحهم، منافستوا يا حلفان. أستغفر الله، إيه ده؟ ما بلاش يا أخويا، أصل أنا بصرف كده كنت موعد العيال عشان نخرجهم، بلاش أخرج أنا. يلا بقى، أنت وحشني. أنت كمان وحشني. والشغل كمان وحشني. إذا كان حد الموظف كده قال لك حاجة عليك. يلا يا عبدو. ما بلاش. يلا يا عبدو. يلا يا عبدو. يلا يا عبدو. Thank you.
زكي مش ممكن يتساب على الحل ده، لازم نشوف له حل. ده بقى له شهرين على كده، ده حرام يا ناس حرام. ولا في ايدي ايه بس يا علي، ولا اقدر اعمل ايه؟ قلبي قلبي بيقول ان زكي مظلوم وبريء. طب ما تخش تقولي له. وهيفيد بايه؟ طول ما هو شايف الخوف بيطل من عيون الناس وهي بتبص له وبتجري من قدامه، واحنا اولهم. ليه عملنا فيه كده؟ ليه صدقنا كلام الناس؟ وانا بالذات كان لازم اقف جنبه، متخلاش عنه ابدا. طب والعمل ايه دلوقتي؟ فاكر يا زكي؟ فاكر لما كنا بنيجي هنا واحنا مخطوبين؟ فاكر. طب ما تعزمني على ترمس. اتق الله عليا، الراجل لو شافني وعرفني جايز يطب ساكت، ساعتها يبقى ذنبه في رقبتي ورقبتك. الناس هي اللي مش عايزة ترحمني. أنا مش فاهم ليه مش عايزين يصدقوني. أنا مش عارفة أقولك إيه يا زكي، أنا حيرتي ما تقلش عن حيرتك. لولا الملامة كنت أقولك نسيب البلد وناسها ونهرب بعيد عن هنا. ونروح فين؟ اللي مش عارفين نعيش وسط أهالينا هنعرف نعيش وسط الغرب. وآخرتها يا زكي؟ الله يمسيك بالخير يا عم سيد. طول ما أنا في السجن كان يقول لي عوم على عوم الناس يا زكي، البسهم عباية الوحش اللي بيحكوا بيضحكوا عنها طول الليل. اعمل ايه عليا؟ شور عليا قبل ما اتجنن. عم سيد عنده حق يا زكي، قوم على عمهم عشان ترتاح. واخوف الناس او يخافوا مني ليه؟ الناس هي اللي عايزه كده، حابين يخافوا. خوفهم ويقبض الثمن راحتك وحياتك. ده انت بقيت الدواء اللي بيناموا بيه يا زكي. طول بيحكوا عنك اكتر ما بيحكوا عن حياتهم وشقاهم. البس عبايه الوحش يا زكي، البسها يا زكي. يلا يا اخويا خلص المكنه اللي في ايدك، زمان صاحبك جاي ياخدك. خلص. ابو الرجال يا مرحب يا ابو الرجال، يا سيد الرجاله كلهم. انتوا ايه اللي معاكوا هنا؟ الارض ضاقت بينا يا معلم زكي، وخدمت بعمك سيد اللي راح في رجلين. خدي عيالك وارجع لبيتك ومطرحك بعد اللي حصل. انسى اللي حصل، من هنا ورايح اللي هيرفع عينيه فيكي هيبقى اخر يوم في عمره. يلا خد العيال وادخلي، انت دلوقتي في حمى ربنا وحماية. ربنا يزيدك من نعيم، ربنا ينصرك على مين يعاديك. احنا دلوقتي في حمى المعلم زكي، احنا في حمى ابو الرجال. ليه قول تاني يا ابو شنب؟ على عين والراس يا ست. قوم يا جدع، قوم يا جدع، قوم يا جدع. انت فكرت تاني سيد المعلمين ابو الرجال، احلى ابو الرجال في العالم. اتفضل اخويا، اتفضل يا ابن السداد. مرحبا يا سيد الرجال، ربنا يخليك لينا يا ابو الرجال. يا ميت الف مرحب بعمك كله سيد الرجال. يا اهلا يا اهلا، يا تشرفنا. طلبات عند كل الناس اللي في الحته. عندك مانع انقي نص كيلو؟ نص كيلو بس اللي تؤمر بيه، انا والمحل والسبان تحت امرك. ولا ايوه يا معلم، تنقي قفص مخصوص المخصوص من كل صنف وتطلع بيه على بيت المحل. نص كيلو، نص كيلو، ولا اللي هنقيه وهاخده بالتسعيره. قلت ايه؟ اللي قوله تؤمر بحاجه تانيه؟ تنادي بعلو صوتك وتقول نقي وكل بالتسعيره. بس كده؟ بس كده، نقي وكل بالتسعيره، نقي وكل بالتسعيره، نقي وكل بالتسعيره، نقي وكل بالتسعيره.
محشور عليكم ايه يا بقر اللي بيقول الوحش يتنفس بالحرف الواحد؟ مرات سيد وعياله يرجعوا شقتهم وتبيضوا هارهم كمان. انا مش قد الوحش ولا ناقص بلاويه، فاهمين ولا لا؟ يلا بسرعه حالا الله يخرب بيوتكم. يلا يا وزير التعليمين، يمين بالله لو اعرف ان المعلم ذكي ابو الرجال هيشرفني لا كنت نبحت عيب. لا عيب ايه؟ ده انا كنت نبحت عيب من عيالي تحت البيت. يا اهلا وسهلا، ده ايه السعاده دي؟ وانسى عيالك، اتفضل يا وزير التعليمين. يا اهلا وسهلا يا اهلا. لا ايه في ايه؟ لا مكانك هنا يا سيد الرجال. لسه برضه يا شاطر تفتري على الخلق؟ السماح يا عم الكل، اللي ما يعرفك يجهلك. ايه واقفين ليه؟ ما تتفضلوا تقعدوا. لا يتفضلوا ايه يا سيدي الكل؟ يلا ما انت قولوا قولوا. انا عايز عقد لمرات عم سيد. وجلبتك عندي مجهزه ومضيه. ومن هنا ورايح محدش يتعرض لها، بقت في حمايتي، مفهوم؟ مفهوم، من هنا ورايح في عناية الاتنين، مرات عم سيد وعياد عم سيد. معانا معلم زكي. عايز ايه؟ عايزك تتكرم عليا انا وصحبتي اننا نعمل معاك واجب. ساق عليك النبي، ما تزعلنا وتوافق. قلت ايه؟ صغير وورور وطلع في الشقاوة جديد. انا دخلت على الجمالية على الحارة، لقيت جميع فتوات الجمالية واقفين والنبابيت في ايديهم. الله يرحمهم ويبشبش الطوبة اللي تحت راسهم. الله يرحمهم ويبشبش الطوبة اللي تحت راسهم. ويبشبش الطوبة اللي تحت راسهم. الفتوانة ايامها كانت فتوانة بحق وحقيقي. الفتوانة مش قوة وشجاعة وبس. لا، الفتوانة اخلاق. عيني يا عيني على الاخلاق، يا عيني على الاخلاق. اصروا، انا لقيتهم ماسكين الشوم، رحت رافع عليهم نبوتي، رفعت عليهم نبوتي وطحت فيهم. علاوة كانت عركة اتفرج عليها الخلايق. بس امسك، بعد العركة ولا واحد فيهم قدر يهوب ناحيتي، وما اقولكوش بقى ايه اللي عملته فيهم بعد كده. يا عيني يا عيني يا عيني. ايه ده؟ الله اكبر
الله اكبر. المهم بعد الخناقه ما انتهت اتصالحنا وقعدنا قعده حلوه كده زي ما احنا قاعدين مع بعض. الله يرحم زمان وليالي زمان. يرحم زمان وليالي زمان. وليالي زمان. مساء الخير. مساء الخير. بكام البامية يا حاج؟ بكام البامية يا حاج؟ بستة جنيه. ليه بقى؟ هتديها لي مطبوخة باللحمة الضاني؟ ضاني؟ هو حضرتك عليا اليمين ما هاخد منك ولا من ليه؟ يا سلام، ليه؟ من غير ليه؟ واحنا بديك اليوم؟ طب هات نص كيلو طماطم. عيني ولا هات قفص طماطم من المفتخر اللي مخبينه من التسعيرة. أو مالا ده كله مطرح ما يسري امري. المعلم زكى ابو الرجال لازم يتغذى. ايه بس انا ما معيش عشان ما تشيليش هام. الفلوس واصل وعليا الطلاق لاكون موصله بنفسي. شيلا بقولك ايه يا جعان. امور يا ست الكل. شيل من البوجة اللي ماشي ورايا ده. امرك على عين والراس. مقبولة منك عشان معلم زكي. قدامي يا جعير. حاضر. قدامي. يا مربى دوقف وكلميني. انا زعلت في ايه بس؟ انت قررتك تزعلني ولا تهد شعر من دماغك. طيب قولي لي قولي لي ايه اللي حصل؟ ها يا بني ادم استني انا خلاص مش طايقاك. طلقني. ايه انت عايز احفر قبر بايدي؟ طب هقول ايه للمعلم زكي؟ وزكي ماله؟ هو انت هتطلقني ولا هتطلق زكي؟ هيفكر ان انا ضايقتك وهيضايقني انا كمان. يا مربى انا مش حمل اخوك. بقولك ايه قولي له ان انت اللي كرهاني وانا شريك. ماشي جبان بس عيش. هو الجدع دلوقتي بقى كخة مفترية زي اخوها. الموقف ده انا حاطط ايد عليه من 4 سنين. مش لوحدك يا عم جابر، ما انا كنت موجود معاك. ما قلتش حاجة. احنا الاثنين حطينا ايدينا عليه مع بعض. يعني ايه حاطين ايديكوا عليه؟ اشتريتوه من الحكومة؟ اجرتوه؟ لا يا معلم، حطينا ايدينا عليه ولا مؤاخذة وقفنا فيه لقط رزقنا. اللي عاوز يركن عربيته نركنها له، اللي عايز يبيت العربية يبيتها وهي كلها بترزق. طب وايه المشكلة؟ شوف يا ابو الرجال، انت كبرنا وحبينا وانت اللي هتحكم بينه وبين النص. قول ما تطولش. مش مرتاحين مع بعض، مفيش امان. يا انا شيل يا هو شيل ونتراضى. انا عارض عليه 20. وانا عشان خاطر مجاية الوحش بقى مش هقبل اقل من 30. تشرب ايه يا ابو الرجال؟ بقول نقسم البلد نصين، انت تدفع له 25 وتفضلوا اصحاب وحبايب. وانا مش هكسر لك كلام ابدا يا ابو الرجال. خلاص يا نص، هدي لك 25 بقى. 25 ايه؟ 25000 جنيه. لقيتك عندنا ما بتقرش بدهب يا ابو الرجال. امسك. ايه دول؟ 10 بواكي 10000 جنيه من انا والنص. ربنا يخليك لينا ابو الرجال. سلام يا ريس. الفلوس دي من حقك يا زكي. انت ما ضربتش حد على ايده. ده رزق يا اخويا وجالنا لجات عندنا. الفلوس دي تمن خوف الناس مني. سيبهم يخافوا، خليهم على عماهم. ما هو القط ما يحبش الا خناقه. بس انا كمان الخوف ما عادش جوايا. ما يسيبوني في حالي. لا لا، الزمان ده محدش بيسيب حد في حاله. يا تعيش وحش يا هياكلونا الكلاب. والحظ جالك لغاية بابك وخبط عليك وفتح لك دراعاته والدليل هو قدام عينيك. مش هيصبر.
مش هيظهر، مش هيظهر، مش هيظهر، مش هيظهر. انا مش عايز غير راحه بالي، عايز اعيش زي كل الناس ما هي عايشه. ما اقدرش اعيش وسكينه في ايديا وسكينه متسلطه على رقبتي. ما اقدرش اعيش وسط ناس خايفين مني وانا كل يوم خوفي منهم بيزيد. ما اقدرش، انا لازم اهرب، لازم نهرب. منين ما تروح هتلاقي ناس زي شطا وابو شنب، ناس تخاف وناس تخوف. خد الفلوس يا زكي، خلينا نعيش، بلاش تضعف. ما اقدرش اعيش عمري كله لابس توب غير توبي. تعبت عليا، تعبت، يا ريت اموت. زكي، 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 ما تخافيش، انا اضعف من اللي موت نفسي. ارجع يا زكي، ارجع عشان خاطري. الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مالك يا زكي؟ خايف يا مولانا. من ناس ولا من نفسك؟ من نفسي ومن الناس. بيزرعوا الشر جوايا. الشر جنون واخره ندم. ما عدتش قادر اعيش وسطيهم. عشان ترتاح يا ابني لازم تتوقع منهم الشر قبل الخير. بس انا بحب لهم الخير يا مولانا. الخير موجود والشر برضه موجود، ودي سنة الحياة. خايف اضعف وابقى زيهم. الخير قوي وشر الناس. الشر دايما ضعيف وجبان. اتجه الى الله واذكره ينجيك ويهديك. يلا يا زكي، يلا يا ابني روح بيتك. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. عارفين انا مين؟ انا ابو الرجال، انا الوحش. يا لهوي،
عزب لا يخربشك. تو عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ انا اللي عايز يالا. عايز ايه؟ عايزك تسحف على ايديك ورجليك وتعيط زي النسوان. سيبوني ما تقومش على حدي. على مهلكوا عليه يا وحش حنين. تخطي العتبة تتوح دوح. انت مين؟ انا الوحش يا زكي. وحش لبست ثوب رمخت اسمي في الارض. على فين؟ ده احنا ولاد ليه؟ والنهار لسه ما طلعش بقى. انت يا جعير، انت سرقت، قتلت، نهبت، حرقت. ايه ليه تلبس توب غير توبك؟ انا ما لبستش توب غير توبي. انا وحش زي زيك. مش مصدقني؟ اسالوا الناس، اسالوا البوليس، اسالوا الصحافه، اسالوا التلفزيون. هم قالوا ان انا مش طيب، قالوا ان انا وحش. الله يخرب بيتك، فوقتني. رجعوهم مطرح ما جبتوه، ما بقاش منه فايده. هنسيبه يروح ازاي؟ الضرب في الميت حرام يا ابو دومه. اللي زي الواد ده لو فضل بعقله يومين تبقى امه ده عياله. خدوه. ما حدش يحط ايده عليا. انا الوحش. انا قتلت ونهبت وسرقت. انا الوحش، انا الوحش، انا ابن الليل وملك البراري. انا اللي نشفت ميه النيل، انا اللي علقت الزرع الاخضر من ارضه وزرعتها حشيش. انا اللي بزرع وما حدش بيزرع غيري. انا اللي بقدم العيال وادوح الخل. انا الوحش، انا وحش الوحوش، انا ابو الرجال. هو دلوقتي محتاج للراحه اكتر من اي حاجه تانية، وتديله حقنه كل 12 ساعة. عن اذنك. فينك يا طيب؟ فينك يا ابا؟ فينك يا ابا؟ فينك يا طيب؟ يجيبني ان شاء الله اكون من تحت تقديم الارض. تعرف بقى توصفهولنا ولا دي كمان هتكون معرفهاش؟ لا، في صوره بس صورتها انا وهو لسه محتفظ بيها لغايه دلوقتي. مش عارف بقى تنفع ولا ايه؟ اطلع بيها يلا. في المحفظه بما انتوا خدتوها. ده اول خيط هيوصلنا للوحش الحقيقي. الصوره تتنشر في كل الجرايد وتتوزع على الاقسام. وكمان تعملوا مكافاه كبيره للي يرشد او يبلغ باي معلومات توصلنا للقبض عليه. حاضر يا فندم. اتفضل. يعني ايه؟ زكي كان بيضحك علينا؟
انا مش مصدق نفسي، هتجنن. يا فضحتك يا ابو شنب، يبقى حته عيل بطل زي ده يضحك عليا انا ويخلينا نصدق ان هو الوحش واسميه ابو رجال؟ ومستني ايه يا بني ادم؟ يلا بينا. عليا النعمه لو خدت فيه تأبيده ولا حتى اعدام عمري ما هكون ندمان. انت هتقعد تولول زي النسوان؟ الليله لازم البيت يتهد على دماغه. مش عايز اشوف البيت ده، ترمي الحش ده كله بره، وبعد ما تخلصه تسحبهولي من رقبته عشان عايز افش غل فيه قرة الرجاله. يلا خد هو وفيك عليه، اعملوا لكم ايه النهارده؟ زكي زكي الحقنا يا زكي، قوم اتصرف. زكي زكي الحقنا الحقنا يا زكي. نسيت نفسك يا ياد، اوعى تكون نسيت ان انا ابو شنب، ولا تكون فاكر بحقي وحقيقي انك الوحش. لا تعال تعال يا ننوس، تعال قرب يا ننوس. الوحش
عايزين مننا ايه تاني؟ زكي خلاص انتهى، ضاع. سرقت منه كل حاجة حلوة كانت فيه، حولته لوحش. صدقيني انا مقدر ظروفك، بس لازم نعرف هو فين. هرب، هرب من الدنيا وناسها، ويا ريتني اعرف هو فين. اللي فيها ريحة عرق، عرق زكي الطيب. يا خسارة، يا خسارة، زكي الطيب ضاع، راح، انتهى. بتدور عليا يا زكي؟ بدور عليك وعارف ان انت اللي هتلاقيني. وانت ما غبتش عن عيني ثانية واحدة من آخر مرة قابلتك فيها. اللي كان عندك آخر مرة واحد تاني، بني آدم غلبان اسمه زكي الطيب. عارف، من يوم ما شفتك قلت ان سكتك واحدة من اتنين، يا تتجنن يا تبقى وحش، وراهنت نفسي عليك. الظاهر انك خسرت الرهان. حصل، كنت مراهن انك هتتجنن. شبابي، انا جيت مصر طالب رؤمي كاش حلال، زور من الناس
واسودهم وفارج هم اللي وصلوا للجهه. دورت عليا ليه يا زكي؟ جاي اقتلك او تقتلني. ليه؟ عشان اقتل زكي الطيب اللي بقى جوايا. وليه انا بالذات؟ ما نخلي قدامك كتير. الوحش ما تتقاسش قوته. إلا إذا اتحبس في قفص مع وحش نايو. السلامة يا زكي يا طيب.